كما كانت تطبيقات البحث والتدخل التابعة لمصلحة الولائية الشرطة القضائية بأمن ولاية عين تيمشات لتفكيك شبكة إجرامية منظمة مختصة في تقليد وتزوير العملة الوطنية والأجنبية على مستوى إقليم اختصاص محكمة حمام بوحجر. هذه العملية النوعية جاءت بناء على استغلال معلومات تفيد بالنشاط المشبوه لأفراد الشبكة. بعد مراقبة تحركاتهم تمكن عناصر الفرقة من توقيف 3 أشخاص من أفرادها مع حجز مبلغين ماليين معتبرين من العملة الوطنية الأجنبية المزورة كان معدين للطرح والتداول. المبلغ الأول قدر ب 2 مليار و 700 مليون سنتيم مشكل من أوراق نقدية من فئة 2000 دينار جزائري. المبلغ الثاني من العملة الأجنبية مقدر ب 82500 أورو مشكل من أوراق نقدية بفئة 100 أورو. كما مكنت العملية من حجز العتاد والتجهيزات المستعملة من طرف أفراد الشبكة الإجرامية والتي كانت تستعملها في عملية التزوير المشتبه فيها سيتم تقديمها أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة حمام بوحجر.